السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ حوالكم أخباركم؟ وياكم سجاد العراقي من قناة سمارت وات آي كيو. اليوم جايب حل لمشكلة الأز فويس. هحاول يكون هذا الشرح سريع. الأز فويس برنامج معروف في السامسونج جالكسي أو الأندرويد. طبعا هذا الشرح من جوال السامسونج جالكسي S3. طبعا نفتح الاس فويس، تلاحظون المشكله. I couldn't hear that. Please speak it again. المشكله I couldn't hear that. Please speak it again. طبعا هذه مشكله صادفت كل المستخدمين للاس فويس. طبعا هذا بسبب ان الاس فويس انحجب في الدول العربيه من هذه الدول العراق. تظهر مشكله ثانيه هي say hi galaxy to wake me up. ما علم احنا اذا نقول هاي جالكسي ما يشتغل. تابعوا هاي جالكسي لا يوجد رد، ما يشتغل. بعد علم الضبط صحيح والبرنامج صحيح والنسخة كلها صحيحة. ليس مشكلة ابديت وليس مشكلة من البرنامج، المشكلة انه انحجب في الدول العربية. حل هذه المشكلة شنو؟ حل هذه المشكلة هو انك تذهب للبلاي ستور ثم تذهب الى البحث ثم تبحث عن برنامج فيرلس موبيليتي. تابعوا وياي. نضغط سيرش، تظهر لي هذه الأيقونة اللي هي Fearless Mobility VPN. نضغط عليها. التطبيق أنا منزله، التطبيق ما بي فيروس، ما بي هكر، ما بي أي شيء. برنامج آمن، فقط يشغل لك الأس فويس، فقط ما بي أي شيء. مثل يعني جيتار تقول ان هذا برنامج هكا او هذا برنامج شي، برنامج كل شي ما بي، صافي تمام. نفتح اوبن، راح تظهر هذه الصفحة للي الي بس، يعني انتو بالنسبة لكم اللي انستوكم راح تنصبونه، هتطلع لكم هذه الصفحة اللي هي connect to و account google account name و clear password. طبعا الباسورد انا دخلته، ما هدخله مرة ثانية حتى ما يصير شي. نضغط هنا راح تظهر connect to، نختار يوروب. هاي الخطوة شو راح تسوي؟ راح تحول الموقع مالتك الى اوروبا وليس بالوطن العربي. جوجل اكونت نيم اللي هي الحساب مالتك اللي مسجل بالجوجل او مسجل بالماركت. كلي باسورد هذا ما نغرف بيه. نرجع راح اضغط connect. الباسورد انا دخلته واختاريت حفظ الباسورد، اختار I trust this application ثم اضغط OK. تظهر العلامة الصفراء، بعدين راح تظهر العلامة الخضراء اللي هنا ان التوصيل تم. طبعا انت راح يطلب منك الباسورد، تدخل الباسورد مالتك مالت الحساب وتدخل عادي تمام. طيب هنا انا ممكن تصير مشكلة اللي هي ما يقبل. طبعا تلاقي دوس نيكست او هيك شيء، تظهر لك صفحه، تضغط على رابط اسفل شيء كلش، راح هم تضغط نيكست او هيك شيء، بعدين يقول لك باك تو يور ابلكيشن او هيك. راح ترجع للتطبيق، تضغط باسورد، يشتغل عادي اذا صارت هالمشكله، المشكله الوحيده اللي ممكن تصير. طيب الحين نطلع من البرنامج، نمسح تطبيق.